السلام عليكم ورحمة الله. هذا التوتوريال get started with C sharp and ASP.NET Core in Visual Studio. هذا يعني توتوريال بسيط جدا، وسأضع الرابط في الديسكريبشن لحتى يكون عندكم إمكانية ترجعوا له وتبدأوا بالعمل على ما فيه من أمثلة وتطبيق الأفكار الأساسية اللي موجودة في هذا التوتوريال. طبعا تقدر تعمل من هذا التوتوريال PDF، تعمل كليك بس هون على داونلود PDF بيطلع لك هذا التوتوريال، طبعا بما لا يتجاوز هذه العدد من الصفحات، يعني يدوب 100 وشي يعني. المهم لاحظ هذا بيبدأ لك بأبسط الأشياء اللي تم إعطائها مسبقا في المساق، يعني لما تعمل PDF منه. طبعا فيك انك انت تتعامل معه او توصل له من عن طريق PDF زي ما انتم شايفين هون، بوضح لك الأشياء الأساسية اللي تم تغطيتها في هذا المساق، وبيبدأ معك بطريقة يعني سلسة وسهلة جدا، وبيحكي عن بعض المفاهيم اللي تم تغطيتها. في بعض الأشياء اعطيناكم اياها زي الانتليسنس زي الكذا، شرحنا لكم عنها. الريفاكتورينج ممكن أشرنا إلها إشارة بعيدة هيك، لكن من اسمها الريفاكتورينج هي عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن أنه أنت تتعامل مع الكود وتزيد من فعاليته، فيتضمن عمليات such as intelligent renaming of variables بحيث أنها تصير تدل على محتواها، extracting one or more lines of code into new method, changing the order of method parameters and more. هذا الريفاكتورينج، الانتليسنس إكمال التلقائي، الفيجوال ستوديو سيرش. لاحظ كل الأشياء اللي يمكن أن يحتاجها أي حد بده يبدأ بالبرمجة بالسي شارب. حتى بيحكي هون عن الانستليشن للفيجوال ستوديو، من وين تعمل الانستليشن وكيف تعمل البروجرام، يعني بادي بأبسط الأشياء النيو بروجكت، وبعد ذلك كيف ممكن تختار دوت نت كور، وكيف تبدأ كونسول أبليكيشن. احنا بداية المساق فرجناك كيف نتعامل مع الكونسول أبليكيشن فترة من الزمن لحتى تتعود انت على التعامل مع السي شارب. فهون بوضح لك الأشياء هذه بطريقة سلسة جدا وسهلة، يعني حتى هون حاكي عن نقطة مهمة انه بالديباج، يعني start without debugging control F5 و start debugging. طبعا هذا ملف PDF بعرض لك بالطريقة هاي. انا PDF يعني انا بحب اشتغل صحيح اكثر على الاسلوب هذا التفاعلي، يعني هذا اصل PDF، يعني هذه ميزة مايكروسوفت انها بتعطيك مجال انك انت بدك تطبع الملف اللي بين ايديك تعمل له PDF وينزل على شكل كتاب او ما شابه ذلك، وايضا انه انت كمان تشتغل على نفس الملف هذا، تشتغل من منظومة الهلب اللي بالمايكروسوفت. طبعا انا بفضل هذا الاسلوب اكثر. ليش؟ لانه لما بدي اجي اعمل انا بروجكت وتتسلسل العمليات تمام، ويبلش يكتب كود، هون الكود يكتب بطريقه تفاعليه. طبعا هذا بيج، هذه عفوا ايمج، الكود ما فيك تعمل له كوبي بيست، لكن بعد شوي مثلا لما نيجي على مثلا كرييت ويب ابلكيشن، اوكي هذا موضوعنا توتوريال جيت ستارت ويز سي شارب، اوكي اللي هو كرييت ويب ابلكيشن تمام. طبعا هون بيعمل مجموعه من البريكويست، لكن سرعان ما يبدا بالدخول في الموضوع، يعني ما راح يحكي عن مثلا على سبيل المثال عن الكونسول، عن الامور هذه اللي تم تغطيتها بالسي شارب بشكل عام، يعني حتى امور زي اليونيفرسال ويب ابلكيشن او ما شابه ذلك، او الاكس XAML لا، بدخل هنا مباشرة على ASP.NET and web development مباشرة، فبيروح بيعمل أول web application زي ما فرجناكم مسبقا. لاحظ بختار هون web application. طبعا هاي نصيحة للي لسه ما عمل مشروعه، بدل ما تروح انت على ال MVC بلش اشتغل بهالبساطة هاي، خذ اشتغل على web application تمام، ويعني مع الوقت لاحظ بتصير تضيف انت ايش، بتصير تضيف انت مع الوقت views و controllers بعد ما تفهم الـ main structure
للويب ابلكيشن. فعلى الاقل هذا في الريزر اللي احنا اعطيناكم عنه جزء كبير من المساق، يعني حكينا عن الريزر. لاحظ هذا بيختلف عن الموديل فيو كنترولر. الموديل فيو كنترولر فيه اشياء اضافيه اكثر كديزاين باترن، هو ديزاين باترن مستخدم استخدمناه عشان الثري لايرز، عشان يتناغم مع الثري لايرز اللي بالابلكيشنز بشكل عام. لاحظ بيختلف عنه في ايش؟ في انه بالستريم لايند تو انكلود ذا موديل اند ذا كنترولر كود وذ ريزر بيج اتسلف. طيب نعمل هون، بنروح طبعا بعد ما نفتح الويب ابلكيشن تروح على على السوليوشن، بتبلش انت تتفرج على ايش، على طبعا في بيجز زي ما اعطيناكم مسبقا في المحاضرات. طيب انا شو اللي بدي اقول لك اياه هون، النقطه الاساسيه اللي طبعا هون قاعد بشرح عن الكومبوننتس، وهذا كله احنا حكينا لكم عنه كيف تعمل ديباكينج للابلكيشن اللي بين ايديك، كل هذا اوتوماتيك. هون ببلش، لاحظ هون لما بده يجي يتعامل مع الكود بكتب لك اياه بالطريقه هاي، فهذا الكود اللي بتقدر تسحبه لعندك بعد ما تفهم شو المبدا اللي هو بتعامل فيه. طيب حتى نفرجيكم هذا الكود يعني او هذا الاكزامبل، خلينا نشغل الفيجوال ستوديو ونشتغل بناء على ما يمليه علينا هذا المثال البسيط. فبكل بساطة create new project، بعدين نختار، طبعا احنا راح نعمل على، راح نشتغل بناء على ايش، بناء على هذا المثال اللي انا بفرجك اياه هون، اللي هو ابسط مثال يمكن ان تبدأ به، begin as simple as possible. نختار اول خيار، نعمل next او create، نختار الويب ابلكيشن، ما نختار، المرة الماضية اخترنا MVC. طبعا احنا سنبدأ بأبسط مثال ممكن، يعني مش بالضرورة تتقدم مشروع يكون في MVC ورابط مع الداتا والSQL سيرفر وما إلى ذلك. بتقدر تبدأ as simple as possible، بأبسط ما يمكن أن تبدأ به. طبعا راح يعمل هذا التطبيق اللي احنا فرجناكية، هذا هو التطبيق اللي هو بوصفه هون بهذا المثال، وهذا هو يصف الكود اللي موجود هون. يعني لما بيجي على اندكس مثلا بيشرح، يعني اذا بترجعوا للمحاضرة اللي حكينا عن الكومبوننتس اوف سي شارب او ويب ابليكيشن سي شارب، حكينا عن الامور هاي. مثلا كيف تروح على الاندكس دوت سي اس اتش تي ام ال مثلا، وهذا هاي صفحة ريزر، هذه صفحة ريزر. فبتروح على انت على البيجز هاي، تعمل عليها دبل كليك وبعطيك هذا الكود، هذا الكود المكتوب هون واللي بيطلع لك دائما، هذا هو بيعبر عن النقطة هاي بالذات يعني. وهذا لاحظ هذا الكود اللي موجود هون، هذا الكود اللي موجود هون. طبعا لاحظ هون شو فتح الاندكس موديل، هلا هون بدي اورجيك الاندكس موديل. طبعا هون هذا الكلام كله وين موجود؟ ضمن، وهذا بتصل له عن طريق، لاحظ خطوة 4 هنا، each CS HTML file has an associated code file to open the code file. يعني كل ملف ريزر فيه ايش؟ code file. طبعا هذا الكود فايل، لاحظ هذا الريزر index.c-html، هذا الفايل الاسوشيتد with it له index.cshtml.cs، فهذا بتوصله من خلال هاي. لما تيجي تعمل انت هون لاحظ هون هاي، هذا الاندكس وهذا الاسوشيت فايل وذ ات. لاحظوا الاشياء الموجوده هون او الكود اللي موجود هون، هو بيشرحه، بيرجع بيشرحه هون بكل بساطه. بيحكي عن الدبليو دبليو روت اللي بيحتوي على البوت ستراب او عفوا اللايبرز اللي موجوده بالستاتيك فايل زي السي اس اس والجافا سكريبت وما الى ذلك. بيحكي عن الاب سترينجز كمان، هذا الاب سترينجز اللي قلنا لكم لما نستخدمه لما نيجي نربط مع الداتابيز بنحط الكونكشن سترينج هون بهذه الطريقه. وايضا لما بيجي على رن والديبج وميك تشينجز،
لاحظ بيحكي عن الاي اي اي اكسبرس السيرفر هذا الرن للكود. انا بجوز شغله ما حكيت لك عنها اللي هو الفيو داتا. هاي الفيو داتا اللي هي موجوده هون موجوده بال لما نيجي هاي موجود فيو داتا اوف تايتل ايكوال هوم بيج. هذا شو بتعمل هاي الفيو داتا؟ هاي الفيو داتا ببساطه بتعمل ترانسفير للداتا من وين لوين؟ من الكنترولر للفيو، من الكنترولر للفيو. بمعنى اخر، بمعنى اخر هذه الفيو داتا اللي مسؤوله عن عرض البيانات، لذلك هي من النوع الديكشنري تايب. هذه راح تعرفوها اكثر لما تتعاملوا انتم، لما نعمل احنا موديل معين، لما نعمل احنا موديل معين ونيجي بدنا نعمل لهذا الموديل كرود، كرييت ابديت ديليت واو الى اخره، راح نستخدم هذه الفيو داتا لحتى انه نحط فيها تكون هي بمثابه الداتا تايب اللي بتحط فيها كل الانواع او كل العمليات اللي انت راح تطبقها على الداتابيس. طبعا ليش هذا الكلام بنحطه ضمن فيو؟ لاحظ هي فيو يعني تعبيرا عن انه احنا بنتعامل مع ايش؟ مع اشي سيتم عرضه للمستخدم، لذلك الانتقال من الكنترولر للفيو وليس العكس، وليس من الفيو للكنترولر. طبعا ممكن واحد يقول طيب احنا ما في عندنا لا فيو ولا كنترولر هون، يعني كل اللي صاير عندنا هون بيجز. بنقول لك صحيح، لكن هون لاحظ النقطه الاساسيه، هذا بحد ذاته الريزر هذا بحد ذاته يعتبر فيو، هذا يعني الفيو اصلا عباره عن ريزر بيجز، عباره عن ايش؟ عباره عن ريزر بيجز. لما نفتح هذا الريزر بيجز بنلاقي انه الموديل اصلا موجود، هو ماخذ من هذا الموديل. فمين هذا اللي بي بي بيعمل سحب للداتا من هون لهون؟ اللي هو ايش؟ اللي هو هذا بعد شوي يعني لما تكبر التطبيق الكنترولر هو اللي بيقوم بعملية ربط بين الموديل والفيو عن طريق هذا الفيو داتا داتا تايب. فلاحظ هنا نيو جيت او وان جيت، هنا وان جيت فاضي. لما نرجع على التطبيق هون طبعا هو متحدث عن بعض الامور، نعمل عنها سكيب، امور بسيطه جدا. هاي هون واصل للجيت نيكست ان ذا وان جيت ميثود تشينج ذا بودي تو ذا فولوينج كود. لاحظ هون شو الكود اللي اضافه مره ثانيه. انا قلت عفوا قبل شوي فيو ديتا او فيو ديتا، فيو ديتا اوكي. فبكل بساطه هذا الكود بتضيفه من هون، نسخ لصق هون او عفوا شفت انسيرت مباشرة هذا الكود. لاحظ اضيف الكود بشكل مباشر الان حتى لاحظ الالوان اختلفت، يعني صارت شوي متميزة لكون انه يعني ودخلت ضمن الكود. طبعا لاحظ تحت عندنا مباشرة الايرور ليست طلعت، وهون بيحكي عن الايرور ليست بهذه الطريقه. طبعا هون بتحدث عن الفيكسنج لهذا الايرور، لايرور معين فيما اذا لو كان انا هنا شطبت كان في هون اليوزنج سيستم، عفوا اوكي كنت عامل هون اليوزنج سيستم يوزنج سيستم. لاحظ ما كان في خطأ، بس لكن لو شلت الـ Using System مثلا راح يكون في عندنا خطأ. لاحظ One Error، فـ One Error كيف بدي أوصل إله؟ لاحظ حاطلنا عليه هنا خط أحمر، فأنا هون ببساطة بعمل كليك في عندك هون Light Bulb إذا بتلاحظ نعمل عليه كليك. لاحظ هنا الاحتمالات الخطأ، يعني بقول لك انك انت عامل مش عامل يوزنج سيستم، لاحظين كيف؟ او اي بختار هذا الخطأ الخيار، فمباشرة لاحظ اضاف اليوزنج سيستم صلح الخطأ وعرف الديت تايم، الديت تايم بكل بساطة دوت ناو دوت تو تو شيرت شورت ديت سترينج بكل بساطة. يعني لاحظ
هذا كتوضيح على كيفية تعديل الأخطاء وهكذا، وبتستمر في التطبيق بكل بساطة. هيك بتكون انت كملت هذا التوتوريال. طبعا التوتوريال القادم اللي هو كرييت ريزر بيجز ويب ابلكيشن ويز اس بتكون، هذا يعني اكيد انتم عندكم فكره ممتازه عنه كمان. طيب بعدين بروح على اليو دبليو بي. اليو دبليو بي ايش هو؟ هذا يونيفرسال ويندوز بلاتفورم. اذا بتتذكر حكيت لكم عن الزامرن، انه احنا بدنا نعمل مرات تطبيقات على الفيجوال ستوديو، تمام، بتكون قابله للعمل على منصات كثيره سواء الاي او اس او الاندرويد او ما شابه ذلك. هو يعتمد على هذا الطريق، عشان هيك بنسميه احنا يونيفرسال ويندوز بلاتفورم. زي ما انتم شايفين. طبعا اليو دبليو بي هون نبلش فيه بشكل مباشر، يعني زي ما دخلنا، بس مش حاكي عن ماهية اليو دبليو بي. لذلك انت من وين تقدر تحصل معلومات عن اليو دبليو بي؟ بكل بساطة في اسفل هذا المقال ارتكل في عندك هنا اللي هو الايش، اليو دبليو بي اوفر فيو. فهون حاكي لنا بشكل سريع عن او بشكل مستفيض عن اليو دبليو بي الفيتشرز تبعته، لكن على السريع يعني خلينا اعرض لكم هذا الـ هذا الـ هذا البرزنتيشن اللي بتحدث عن اليو دبليو بي. فببساطه هو للتعامل مع ديفايسز مختلفه، وطلع مع الويندوز 10. فاحنا زمان كنا احنا نتعامل اما مع ديسكتوب ابلكيشن او مع موبايل ابلكيشن. اليو دبليو بي بيمكننا من التعامل مع ماذا؟ مع عدد كبير من الديفايسز. لاحظ الاي او تي further of mobile and لاحظ بالإضافة لل mobile وحتى الإكس بوكس السيرفيس هاب، كل هذه يصل لها من خلال مفهوم اليونيفرسال ديفايس فاميلي القائم على الكونسبت هذا اللي احنا نحكي فيه. ولاحظوا هذا كله وانا منطلق هذه الأمور. طبعا مش مطلوب في المساق هذا الامور هاي، لكن مش غلط لو انتم توسعتوا فيها وتعرفوا فيها، لانه المستقبل لهذه الامور. ليه؟ لانه هون بتعامل، لاحظ هذا هون بدا يتعامل مع الشيء اللي احنا بنسميه الاي بي اي، الويب اي بي اي. طبعا احنا راح ندرس الويب اي بي اي، لكن هون الاي بي اي موجوده على مستوى الويندوز ابلكيشن، على مستوى الويندوز ابلكيشن، يعني لحتى يعمل نوع من الانتجريشن مع اكبر قدر ممكن من ال devices. عودة للتوتوريال اللي احنا نتعامل معاه، واحنا بصراحة هذا كله موجود في البي دي اف اللي هون، بس هون شوي اسلوب تفاعلي، هون اسلوب تفاعلي. زي ما حكى عن اليونيفرسال ويب بلاتفورم، سيتحدث ايضا عن ماذا؟ عن ال WPF Windows Presentation Foundation. Windows Presentation Foundation كيف تعمل اول لاحظ create a new project. احنا دائما كنا نختار الـ ASP Core صح، لكن الان هو شو بيختار؟ ويب او عفوا ويندوز Presentation Foundation. نفس الطريقة السابقة بشكل سريع بيعمل بيشتغل عن هذا الموضوع. تتوسع فيه، تقدر تعمل كليك هون كمان تروح على الـ WPF، فبتعمل يعني اذا مش عارف ما عندك معلومات عن WPF تقدر ترجع لهون، فبتجد انه الويندوز برزنتيشن فاونديشن هو عباره عن يوزر انترفيس فريم ورك ذات كرييت ديسكتوب كلاينتس ابلكيشن والى اخره. برضو هذا انتم يعني مش مطالبين فيه في هذا المساق، لكن ينصح انه انتم تستمروا في تعلم هذه الامور. بعدين هون حاكي عن الويندوز فورم ابلكيشن، هذا اللي طلبناه بجوز اول وظيفه كانت طلبت منكم تعملوا فورم ابلكيشن، هذا كمان موجود عنه هون. الى ان يصل الى ماذا؟ الى ان يصل الى هذا الفيديو توتوريال. هذا انا بنصحكم فيه صحيح، كرييت اي اس بي دوت كور ويب ابلكيشن بدءا، يعني اللي حتى الطلاب اللي ما حضروا محاضرات سابقه بامكانكم تستدركوا من خلال قراءتكم لهذا المقال. لاحظ انه create your first ASP.NET Core
application using entity framework with Visual Studio 2019. فيبدأ زي ما حكينا لكم بالانستاليشن لل Visual Studio, بعدين create your first ASP.NET Core Web application step 2, هذه يعني تقدروا تتبعوها. وهذا حتى هون معطينا فيديو توتوريال للأمور, حتى هذا التوتوريال سهل جدا, بوضح لك كيف تبدأ بالإضافة لل ويب أبليكيشنز اللي انت تتعامل معه, وبيشرح لك الكود وكيف, وليس فقط بالفيديو برضو كمان هون عن طريق ماذا, عن طريق كمان يعني لاحظ هون ببلش مو بس يعني فيديو وصورة ونص, هاي الصورة هذا النص الذي يصف هذه الصورة, يعني بإمكانك حتى ما تقرأ النص تستمر في الأبعاد اللي احنا حكينا فيها مسبقا. لاحظ هذا كيف, ايوه هون بيعمل لك الابليكيشن, هو بيوصلك للثريشولد هاي, لكن بعدين بتصير انت تعمل كاستمايزيشن عن طريق ماذا, عن طريق زي ما حكينا قبل شوي لما نيجي على وان جيت نضيف هذا الكود نعمل ريبليسمنت في لبعض الامور وهكذا, والتعديل انكريمنتال تدريجي, يعني هذا التعديل على الوان جيت بيعطينا اياه بهذه الطريقه, لاحظوا بيستمر يعني حتى بيعطينا على النكست ستيب. هون ببلش لاحظ باللي بعدها ببلش لاحظ work with data using entity framework, فهي نقطة مهمة كثير, هاي نقطة مهمة كثير للتعامل مع المشاريع اللي بتتعامل مع البيانات. فيبدأ هنا عن طريق إضافة موديل, لاحظ هذا الموديل عبارة عن كلاس بسميه game, حاطه هون على معرفه هون بكل بساطة. وكيف عمل هذا الموديل, يعني فرجوك كيف عمل هذا الموديل, بتقدر تشوف عن طريق هذا الفيديو توتوريال اللي بوضح لك كل الأشياء هاي بشكل سهل سلس. يعني لاحظ هون كيف أضاف ال, لاحظ هون مرة ثانية بتعرف أنت فولدر, أفضل تعرف فولدر اسمه موديل. طبعا احنا كنا اخترنا ويب ابليكيشن فما في عندنا فولدر اسمه موديل, فانا هون بكل بساطة على هاي بعمل رايت كليك اد فولدر بسميه موديل, لا هو اجا ضمن الدبليو دبليو روت, لا انا ما بدي اجيبه هون صحيح, تجيبه هون اوكي, ولا حتى سوليوشن فولدر هون بالضبط, ايوه رايت كليك اد موديل, عفوا هو يعني اصلا الموديل يفترض انه يجي جوا ال, اوكي مش مشكله. فجوا الموديل هذا انا شو بعمل, اد كلاس, بختار هذا وببلش اعرف حسب ما هو موجود هون, لاحظ كلاس سماه جيم, سماه ايش الكلاس هذا, سماه جيم. فنرجع هون كلاس, انا بعيد تسميته مرة ثانية سميه جيم. الكود اللي هون طبعا بده يعرف مجموعة من العمليات, مجموعة من العمليات او مجموعة من البروبرتيز, مجموعة من البروبرتيز حسب ما هو صاير هون. فببدأ ببساطة بعمل اي دي, بعمل اي دي يعني لو عملنا زي هيك بروب سلاش تاب, او عفوا مرة ثانية بعمل بروب دبل تاب, لاحظ شو عمل لي, عمل لي هذا السطر اللي بوفر علي جزء يعني كود كثير كان من الممكن يعني اقضي وقت وانا اعمل فيه صحيح. فببليك انت بكل بساطة هون انا بعمل اي دي
وبكمل في هذا، بكمل حسب هذا الكود. او يعني لا بأس من اذا كان الكود انت كاتبه مسبقا زي هيك، فبروح بختاره وبعمل له كوبي وبعمل له هون ايش بيست. تمام. اذا هذا باعتبار انا عرفت كلاس جيم، هذا باعتباره ماذا؟ باعتباره موديل. بعد ذلك نبدأ بماذا؟ نبدأ بالcreate the pages to manage your game library. طيب هون أنا ببلش أضيف إيش؟ ببلش أضيف الكرود عن طريق الانتيتي فريمورك. فشو بعمل؟ بستخدم طريقة بسميها الscaffolding. الscaffolding إيش الscaffolding؟ scaffolding ببساطة يعني من ترجمة حرفيا هي عبارة عن السجالات اللي بتساعد العمال على بناء يعني أعمال البناء. بدون السجلات هاي يعني بتصير العملية صعبة جدا، ما بدي أقول مستحيلة بس صعبة جدا. فهنا جماعة مايكروسوفت مستعيرين هذا المصطلح من عالم البناء والعمل يعني حتى يفيدونا ونعمل ونكون إحنا بيلدرز نستفيد من الأدوات بالطريقة الملائمة. فهم بقول لك now we are ready to create the pages we will use to manage our library of games. This might sound daunting, but it's actually amazing. لاحظ amazingly easy، سهل جدا. فبكل بساطة right click on the games and choose a new scaffold item. Right click on the games. اللي هذا الكلاس، الكلاس هذا المفروض سميته أنا من البداية نيم. خلينا أعيد تسميته مرة ثانية. اوكي خليني اعيد تسميته مره ثانيه، اشطبه وارد اسميه مره ثانيه حتى نمشي زي المثال بالضبط. اوكي مش مشكله. فاذا ضمن الموديل بدي اعمل انا اد لكلاس، هذا كلاس منذ البدايه شو اسميه؟ جيم. اذا حصلت على هذا الكلاس جيم وبعرف فيه زي ما حكيت لكم هذه البروبرتيز مكونات اللي في هذا الكلاس. طبعا مكونات من ايش؟ اي دي، تايتل، بابليكيشن، يير، المينيمم بلاير، ماكسيمم بلاير، عدد الاقل من اللعيبه، عدد الاكبر، وهكذا دواليك. فلاحظوا هون انا عملت الجيم كلاس هذا باعتباره موديل، هذا باعتباره موديل. فبعمل رايت كليك، بعمل رايت كليك، عفوا انا يعني هون اضفت الجيم، الجيم كلاس، لكن يفترض فيني حتى اعمل انا مجموعه من البيجز حتى يعملوا مانجمنت لهذا الموديل اروح على هاي هون اعمل اد نيو فولدر اسميه ايش؟ اسميه جيمز. بكل بساطه اذا ماذا يفعل هذا الفولدر؟ لاحظ انا عملت هون جيم كلاس، فبدي اعمل انا هون جيم فولدر، بدي ابلش اضيف فيه ايش؟ بعض المحتويات اللي بتساهم اني انا اعمل مانجمنت. لاحظوا صار عندي جيم وشير مره ثانيه. بنعمل رايت كليك اد، ومن اد بنروح على نيو سكافولد ايتم. لاحظوا هاي السكافولد، بنختار من هون، لاحظوا مجموعه من الخيارات الكثيره كلها يعني ما بين الام في سي والاي بي اي والريزر وما الى ذلك. بنروح على الريزر بيجز يوزنج انتيتي فريم ورك كرود، بنعمل اد. انظر ما الذي حدث. لاحظ هون شو بيعطيني؟ اد ريزر بيجز يوزنج الانتيتي فريم ورك كرود. فاحنا بنختار الموديل كلاس اللي بدنا اياه. ايش هو الموديل كلاس اللي عندنا؟ لاحظ اعطانا 3 موديل كلاسز، او الكونسول ابلكيشن او السي شارب كلاسز اللي عندنا، البروجرام، ستارت اب، وجيم. هذا الجيم اللي اضفناه، هذول اوريدي موجودات مسبقا. فبختار الجيم والكونتكست. لاحظوا هون الكونتكست، الكونتكست اللي انا بعمل فيه. فلاحظوا يعني عفوا مره ثانيه، الموديل كلاس هذا الكلاس اللي بتعامل معاه دي بي كونتكست اللي هو نعمله بلس من هون. لاحظ ويب ابلكيشن داتا، خليه بنفس الاسم مش مشكله، ويب اب. يعني لو بدك كمان تعمل دبليو اب حتى تكون الاسم خفيف عليك شوي يعني. داتا هذا الكونتكست بنعمله بالاضافه بالطريقه التاليه. هذا لاحظ مره ثانيه هذا الموديل كلاس، هذا الكونتكست للاي اف انت فريم ورك بيرجع له لحتى يضيف يعمل لك
ماذا يعمل لك مجموعة من البيجز اللي بتعمل مانجمنت لهذا الموديل. مش احنا قلنا عملنا موديل بدنا نعمل له ايش؟ كرييت ابديت ديليت مجموعة من الاوبريشنز. فهذا هو السياق اللي يعمل تعمل به هذه اللي بتعمل في هذا البروسيس. فلاحظوا بيعمل سكافولدنج الان انستالينج نيو جيت باكجز. اذا النيو جيت مش منازل عندك لازم تنزلها. This may take a few moments وما الى ذلك. طبعا اثناء هذا خلينا نرجع لهون. طبعا هذا الفيديو يوضح هذه الخطوات بالتفاصيل مره ثانيه. open your project add this model create the pages to manage your game library. لاحظ هذا الاد new scaffold item اللي ما قدر يلحق الفكره بيقدر يقراها من هون بالنص وبالصوره. الان ال بنعمل اون ايش بلس تو اد نيو داتا كونتكست كلاس نيم ات اب دي بي كونتكست. طبعا ممكن تسميه بهذا الاسم انا سميتها ايش سميتها ايه اسم صغير جدا يعني اسم اصغر من هذا هاي وقاعد بعمل فيه مش مشكله. ليف ذا ريست از ديفولتس اند كليك اد. ما عملنا ايش بالثاني. هذا شو بيعمل؟ هذا شو راح يعمل؟ هذا راح يعمل هذه الفولوينج ريزر بيجز. هذه الخمسه ريزر بيجز. ما هي هذه الريزر بيجز؟ اللي هي الكرييت الديليت الديتيلز الايديت والاندكس. بكل بساطه لاحظ هاي راح يضيف من هون كمان شوي بس هو عم لاحظ لا زال بيعمل سكافولدنج. طبعا هو عم يعني لاحظ هذه الخطوات سوري بهذه الخطوات هو ماذا يفعل؟ هو يختصر علينا زمن كثير من كتابه خمس برامج وكل برنامج بدك تعمل له امور اخرى ليس هذا فحسب بل انه يذهب الى ال وهي اضاف لسه خلينا نكمل شرح. لاحظ شو اللي عملوه هون. لاحظ هون جيمز هون في عندك 1 2 3 4 5 هذه الصفحات هذا الـ هذا الـ هذا اللي بيعمل كرييت. لاحظ فيو هو عباره عن فيو بيعمل كرييت بكل بساطه. لو بدك تشوف حتى الكود اللي جواته هذا الكود اللي جوات هذا الريزر بس هذا اللي بيعمل كرييت. هذا اللي بيعمل ديليت لاحظوا هذا اللي بيعمل ديتيلز هذا الايديت وهي الاندكس وليس هذا فحسب بل انه شو بيعمل كمان بيجي على الستارت اب. مش قلنا لكم احنا بالستارت اب لازم كل ديبندنسي بنضيفه لازم نضيفه هون على كل يعني عمل بنعمله ديبندنسي. ديبندنسي اللي هو ديبندنسي اللي حكينا لكم عنها في المحاضرات الماضيه اللي هو لما بنيجي نربط بين اكثر من ابلكيشن اكثر من كلاس وكلاس. فهذه الامور كلها دقيقه ما انت ما بتعمل فيها ولا بتقلق فيها بس لازم تكون عارف الكونفيجريشن تبعها. فبيجي على الستارت اب وبضيفها هون. لاحظ هاي اضافه هي اضافه هون اد دي بي كونتكست كونفيجريشن حتى نفس المسمى اللي سميناه اب كونتكست وما الى ذلك. هذا كله عمله بال مش بس هيك كمان الاب سترينجز كمان راح اضاف الاشياء الجديده اللي تم عملها هي لاحظ اضاف هذا اب كونتكست اضاف الويب ابلكيشن كونتكست اللي احنا عملناه قبل شوي لحتى يعمل هذه الخمس صفحات الكرود هذه الخمس صفحات الكرود اللي بالجيم فولدر. فلاحظ هذا بيحكي فيه هون صحيح بكل بساطه وطبعا بضيف لك كل الابعاد الاخرى التي قد لا تكون انت منتبه لها. طبعا انا كونه تجاوزنا نصف ساعه بنكمل بالجلسه القادمه بعد شوي يعني لكن بس عشان نبسط الامور عليكم يكون في كل فول كل ملف نصف ساعه فقط.